روبوت كيم كارداشيان بيقول بحبك. كيم كارداشيان فاجئت جمهورها بعرض روبوت تسلا أوبتيموس الجديد اللي بقى صديقها الشخصي. الروبوت مش مجرد آلة، ده بيقدر يعمل إشارات القلب اللي هي I love you بإيده، وكمان بيأدي رقصات هاواي. المميز في الموضوع إن الروبوت مش حاجة خيالية، وبيبدأ سعره من 20,000 دولار فقط لا غير. وده خلى الناس تتساءل، هل ده المستقبل اللي مستنيينه؟ الفيديو اللي شاركته كيم مع روبوتها الجديد انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا، وناس كتيرة شافت إن ده خطوة جديدة بتخلينا أقرب لعصر الروبوتات في حياتنا اليومية. كيم كعادتها مش بس بتتبع الموضة، دلوقتي بتقود ثورة أو ثورة موضة تكنولوجية كمان.